خلاص يا ساندي، خلاص يا ساندي، فيها ساندي. يا ماما انا مش عايزه تعشيني. انا مش عايزه اعشيكي عشان بعمل لك ريجيم يا ساندي. ايه؟ بتعملي ريجيم اصلا؟ لا بعمل لك ريجيم، ما ينفعش تاكلي خالص ولازم تنامي من غير عشاء. لا والله. اه والله، اه والله لازم عشان تخسي وتبقي جميله وتروحي المدرسه جميله، الناس بيقولوا عليكي تخينه. هما من امهالي هما عايزين مني انا اكل كده على طبيعتي. لا ما تاكليش على طبيعتك، لا الاكل على طبيعتك. لا الاكل بيموت. لا مش هاكل. هما اصلا مش تخينين؟ لا ما همش تخينين. لا تخينين. لا 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 هما بيقولوا عليك تخينه. انا واحده هما كلهم كتير. يعني ايه واحده هما كلهم كتير؟ ما هو الانسان بيبقى واحده بس. ماليش دعوه، ماليش دعوه. مفيش عشاء، هي كلمه واحده. لا مش هتاكلي. لا هاكل. لا بالله ما تاكلي، انت تشربي لبن بس. لا هاكل. اما انت عايزه تتعشي يا ساندي عشان انت بتتعشي كل يوم؟ لا طبعا مش هيحصل. لا لا اسفه جدا، اسفه جدا والله. لا دي حرام عليكي. لا مش حرام عليا، انا خايفه عليكي. عليك. يعني انت عاجبك الناس يقولي ان انت تخينه وان انت وحشه وان انت تخينه بومبا؟ هما وحشين وتخينين وبومبا. بومبا وطمون. بومبا وطمون. طب انا اعمل ايه طيب؟ لازم تخسي يا ساندي. لا مش هخس. طب هما الناس بيقولوا عليك تخينه. اعمل الناس مريضه مالكيش دعوه بيهم. والله؟ اه. لا مش هتاكلي خلاص، الموضوع انتهى. لا اكل يا ماما. يا ماما دي انا عايزه تعزيني. يا ماما عشان انت كمان عيانه يا ساندي. لا لا ما هو انت صح يا ساندي كده صح. طب خلاص عشان انت عيانه بس يا ساندي، وطي صوتك يا ساندي. لا مفيش عشاء، مفيش عشاء. لا هو كده بعد هتبيه. الناس بيقولوا حاجه تخينه. ناس مريضه قلت لك مالكيش دعوه بيهم. لا 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 لازم تشربي لبن بس. لا لا انت تعبانه. عايزه يا ساندي صوتك عالي. صوتك عالي على فكره. لا اكل كمان، باكل طبيعتي. مش هتاكلي يا ساندي بطبيعتك. الناس بيقولوا عليكي تخينه، حرام عليكي. قلت لك ناس مريضه. اوبي